السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعي على الزيادة كالنقصان. الزيادة بتناول البروتين راح تسبب لك عدة مشاكل، راح تسبب لك تلف بالكلى، زيادة بالدم، ضغط الدم، داء الملوك. هسه راح تجي تقول كابتن زين انا شو مدري شلون اعرف انا البروتين جاي اخذ اكثر من الحجم اللي احتاجه. تقدر تضرب كل الكيلوغرام من حجمك في 2، هاي اذا كنت لاعب مبتدئ، لكن اذا كنت لاعب متطور وتريد ضخامة عضلية اكثر تقدر تضرب كل كيلوغرام في 3. زيادة بتناول الكارب راح تسبب لك زيادة الوزن، راح تسبب لك زيادة السوائل بالعضلة نتيجة تحويل النشويات إلى سكريات. الزيادة بتناول الدهون، أقصد الدهون الصحية طبعاً، راح تسبب لك زيادة الوزن أيضاً، راح تسبب لك تراكم بالشحوم، راح يرفع لك الكوليسترول الضار بالجسم. الزيادة بالتمرين، راح تسبب لك مشاكل أيضاً. الزيادة بالتمرين راح ينزل الجروث اللي بالجسم، بدل ما راح تبني الجسم أنت راح تهدمه. زين، احنا عندنا انواع هواية من الجسم، مثلا عندنا الاندر موف، الكنتور موف، الميزو موف. زين، اكو لاعب يجي ويقول لي كابتن انا اريد اصعد، اريد اضخم خلال وقت بسيط. تكتب له كورس، تكتب له نظام. احنا يعني قلت لك النظام اللي التمرين يتراوح بين 45 دقيقة الى 60 دقيقة، اكثر ما ترحم. انت تكتب له تمرين مثلا جسمه محتاج 45 دقيقة، ترجع تتابعه تلقى 60 دقيقة. يا بليش والله انا اريد اضخم، اريد اصعد. يبقى اخي مو بالكثره، تضخم تركيز بالتمرين، بالنظام الغذائي اللي محسوب السعرات الحراريه، اللي بروتين محسوب لجسمك حسب نظام المدرب اللي يكتب لك اياه. وقلت لك عندنا 3 انواع من الاجسام، يعني الزياده كالنقصان. وتحياتي لكم اخوكم محمد نقروس.